ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هنتكلم عن ازاي نعمل وردة شبه دي من الكروشيه. انا هنا بستعمل ابرة مقاس 4. هنعرف ازاي نعمل المقاس اللي انت تحبيه بالخيط اللي انت تحبيه، اي خيط ينفع واي مقاس ينفع. تقدري تعملي 5 بتلات او 6، هوريك ازاي. بدخل بالابرة بتاعتي، وبعمل عقدة البداية. مش بعمل عقدة بداية، بعمل زي دايرة سحرية، دايرة كده. مش بقفل العقدة بتاعتي، وارتفع بسلسلة بس عشان يظبط معايا الشغل، واجيب الخيوط على جنب، وبدخل في الدايرة نفسها بخمس غرز حشو. تمام، دي واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة. دي اول خطوة معايا اللي هي الدايرة دي، بداية الوردة. الخمس غرز حشو هيطلعولك 6 بتلات، 1 2 3 4 5 6. دلوقتي علشان اعمل الدايرة دي لازم اقفلها، فبدخل اسحب الخيط معايا ده علشان اقفل الدايرة، وبدخل بغرزة منزلقة. بدخل بغرزة منزلقة في اول غرزة حشو عملتها دي، 5 4 3 2 1. بدخل في غرزة الحشو رقم 1 بغرزة منزلقة عشان اقفل على الدايرة بتاعتي. هي بتكون بس ايه، ضيقة شوية. وبسحب الخيط بتاعي من الاتنين كده. انا عملت اول خطوة اللي هي الدايرة اللي في النص، هو ابيض على ابيض فمش باين شوية، اعذروني. وعلشان ابدأ اعمل اول بتلة معايا دي، اول واحدة منهم، هرتفع بسلسلة من مكونة من 3 غرز، 1 2 3. هبدأ الف الخيط على الابرة، وبدخل مكان اول غرزة هنا، واحد، اتنين، ثلاثة، وأربعة. بدخل 4 مرات. تقدري تدخلي العدد اللي انت تحبيه، لو عايزة الوردة تكون كبيرة او صغيرة حسب ما تحبي. انا بفضل المقاس ان بدخل 4 مرات. 4 مرات هيكون معاكي 9 خيوط على الابرة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بطلع من 9 كلهم مرة واحدة. وبقفل عليهم علشان اثبتهم بسلسلة، وبعدين ارتفع بسلسلتين تاني كده. معايا 3 سلاسل علشان اقفل على الوردة، على اول بتلة اللي هي كده. بدخل بعد ما بعمل ال3 سلاسل دول، بدخل هنا في نفس المكان اللي كنت بدخل فيه، بس المرة دي هدخل من ورا مش هدخل من قدام. بعمل كده وبدخل بالإبرة من ورا، بسحب الخيط معايا، وبطلع وأعمل غرزة منزلقة عادية. تمام كده، أول بتلة معايا.
بعمل غرزة منزلق عادية. وعلشان أبدأ في ان انا اعمل البتله رقم 2، عشان ابدا في رقم 2 بدخل، انا بس مش عارفه اتحكم في الكاميرا شويه، عشان ابدا في رقم 2 بدخل في غرزه الحشو رقم 2 من ورا، بدخل من ورا برضو واعمل غرزه منزلقه، ادخل من ورا كده زي ما انتم شايفين، واسحب الخيط معايا بغرزة منزلقة، اطلع بثلاث سلاسل، 1 2 3 علشان ابدأ في رقم 2، وبكرر اللي عملته، بدخل 4 مرات هنا، الف الخيط على الابرة وادخل 1 2 3 4، 4 مرات يبقى معايا 9 خيوط على الإبرة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، واطلع من التسعة دول كلهم مرة واحدة، اقفل عليهم بسلسلة وارتفع ب1 2، كده معايا 3 سلاسل، علشان اقفل عليها بدخل من ورا بغرزة منزلقة، تمام كده. علشان أبدأ في رقم 3 بدخل في الغرزة الحشو اللي عملتها في البداية خالص من الدايرة، بدخل من ورا، مهم جدا ان انا بدخل من ورا، واسحب الخيط بغرزة منزلقة، هبدأ نفس اللي عملته بكرره تاني، 1 2 3، وادخل 4 مرات. لو انتي حابة تكبري تطوليها، تكون الوردة طويلة، ممكن تطولي السلسلة، يعني بدل ما تعملي 3 تعملي 4 او تعملي 5، انا عموما بحبها الطول ده، لكن انتي تقدري، هي سهلة جدا، هي بس تبان على الكاميرا شوية هي معقدة، لان انا مش عارفة اصور واعمل في نفس الوقت، لكن هي سهلة جدا، ومجرد ما بتعمليها تقدري تتحكمي في الاشكال والحجم اللي انتي عايزاه. نفس الموضوع، وهتبدأي تكرري نفس اللي كنتي بتعمليه. وصلت لآخر واحدة معايا اللي هي رقم 6، هدخل عادي جدا لغرزة الحشو، أول غرزة حشو بدأت فيها، وبطلع بغرزة منزلقة، عشان أبدأ فيها بعمل نفس اللي عملته بالظبط، 1 برتفع ب3 سلاسل، 2 3، وادخل فيها 4 مرات، 1 2 3 4، واطلع منهم كلهم مرة واحدة، من هنا بس الخيط لفف على بعضه فمضايقني شوية، بكره جدا لما الحركة دي بتحصل، هقفل عليها واطلع بسلسلتين كمان كده يبقوا 3،
انا هنا خلاص مش هعمل تاني، فهاخد هعمل نفس اللي بعمله، هدخل من ورا واطلع بغرزة منزلقة، وبس كده بطلع بغرزة منزلقة. وتقدري تقصي وتسحبي بالإبرة تطلعي الخيط، تقدري تربطيهم مع بعض ده الشكل النهائي معايا. تقدري تقصي الخيط ده طبعا او تسيبيه، تحطيه في المفرش، تربطيه بيها في مفرش او في حاجة، وتخليها او تحطيها في المفاتيح. وهو ده كده بكل بساطة، واتمنى اشوفكم في